مشاهدينا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم انا غير انسان. انسان ما تقدري تشديه من اي حاجه، من غير لسانه ما تقدريش تشديه منه. صور كتاخذ محادثات وهذا، وكنتي كتحطهم في داك الكونت اللي ديال حمزه مبابي. خاص بعدا الانسان يفرق ما بين التهكير والتبليغ. ولكن اسمح لي يا اسامه، ما كاينش شي دخان من غير نار. كنت ضحيه ديال واحد الخلاف ما بين واحد جوج فنانات، اعتقلت في مطار المناره غادي يربان للديار الايطاليه، وانا اعتقلت غير حدا باب الدار. الكلمه ديال هاكر ضر راسك وانت داخل السجن. كنت كنتعتبر كانسان ميت. الا كان بريء غيكون برا السجن. كذلك الحقيقه كيخصها الوقت باش تبان. جاوك عروض افلام؟ جاوني عروض بخصوص الملف ديال قضيه حمزه مبابي. نعم، جينا المخرجين باغيين يعملوا في الحال. نعم. الكل يفكر في نفسه، الكل، الجميع يقوم بفبركه الاسئله والاجوبه ويحاول فبركه الحقيقه. اهم شيء، اهم ماده في هذه المدرسه هي ماده الحقيقه. الحقيقه بهذه المدرسه هي الادله، والادله يمكن ان تساعدك في النجاح او الرسب بالامتحان.